حاجه خدناها منك كده ان الجهل يأذي. ايه لا الجهل وحش. تاني حاجه قلتيها اللي عنده فراخ يشتري لهم قفص طبعا، فلازم كنت تبني لولادك امولاد. تالت حاجه التربه قبل البيت وترب. رابع حاجه كبري جوزك عشان هو اللي حاميك. لا حاميني وحيش عنك كلمه العيب يا عسل. اه والله العظيم والله يا عسل. امال يعني هنقعد كده بقى للناس تقول انت مين ساعدك بقى في التجربه دي؟ ده جابت لي مصحف وجابت لي شال امبارح قبل سوزي ساعدتك. اه والله امين. جابت لك ايه بتقولي لي؟ جابت لي شال ومصحف. شال ومصحف. اساليها ومصلي هنكذب ناكل المصليه ومصلي يا حبيبتي. اه والله بحييكي وطول الوقت بنبقى مراهنين عليكم وعارفين ان احنا يعني مصر دي فيها ولاد شايلينها وشايلين حلمها علشان يقولوا للعالم كله لا احنا نقدر. اكتشفتوا الست زبيدة ازاي؟ اولا احنا اكيد نقدر، طول ما احنا عندنا الشعب الجميل ده احنا اكيد نقدر. هي جات لك قالت لك ايه يا استاذه؟ اولا دي مبادره رئاسيه بدات هنا في المنوفيه في 1/7/2022. كان في معانا قاعده بيانات، كان عندنا المستهدف كله عملاء تكافل وكرم وغيرهم بصراحه. بدانا ان احنا ننزل للناس في القاعده دول ونبدا ان احنا نتكلم معاهم ونشوف استعدادهم ايه. اول ما اتعاملنا مع الست زبيده لقيناها مرحبه جدا، حتى لما شفنا السن بتاعها اتفاجئنا، فابتدينا ان احنا نعرض عليها ان المدرسه تجي لها البيت تعلمها. رفضت رفض رهيب، قالت لا انا عايزه اروح المدرسه. فجيت واتكلمت معاها يعني طيب حلمي اقعد على التخت. قلت لها انت ليه؟ طب المدرسه هتجي لك البيت وتريحك من المشوار، لان المشوار من البيت لغايه مدرستها مشوار كبير جدا كبير جدا. فقالت لي لا انا عايزه اقعد على التخت، انا حلم حياتي ان انا اقعد على التخت. قلت لها تمام اقعدي على التخت براحتك. بدات اتابع الموضوع معاها ومع المدرسه، لقيت تقدم رهيب، اصرار انا ما شفتوش قبل كده. عندها تحدي لنفسها وللظروف كتير، كانوا بيقولوا لها لا تعليم ايه في السن ده؟ تخيلي حضرتك هي مواليد 15/3/1936، يعني 87 سنه. كل بيقول لها خلاص هتعملي بيها ايه؟ التاريخ والشهر والسنه. طبعا 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 الست زبيده دي يعني مثل لازم كل الشباب يشوفه ويتعلم. للاسف احنا بنلاقي شباب صغير لما بنعرض عليه يقول لا 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 ايه؟ لا إيه؟ احنا لسه العمر قدامنا. لازم يبقى في تحدي لنفسنا. مصر مش هتقوم تاني، مش هنرجع تاني ان احنا التقدم اللي كنا فيه ايام الفراعنه غير بالشباب. الاميه دي موتانا. الست زبيده لما بدات ان هي تتعلم وبدات تكتب وتقرا، جيت قعدت معاها فبقول لها طيب انت عايزه تعملي ايه؟ قالت لي عايزه امتحن. قلت لها طب لما تمتحني الشهاده هتعملي بيها ايه؟ كان ردها اكتر من رائع، قالت لي الشهاده دي انا هاخدها اعلقها على صدري. فبقول لها ليه؟ قالت لي عشان العلام ده عز. العلام ده عز. عز، وكررت كلمه عز دي حضرتك 3 مرات. قالوا لي ان حضرتك كنت متابعاها اول باول وبتوصلي الصوره للوزاره. طبعا 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 احنا المسؤولين عن المبادره في الوزاره طبعا معالي الدكتوره نيمي قباش، في المسؤولين بعد كده عن المبادره استاذ عمر حمزه ده مستشار معالي الوزيره للتعليم الكبار، في دكتور سمير الفقي ده حضرتك رئيس وحده المعرفه والبحوث بالوزاره.